السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الفيديو ده هيكون أول فيديو في بلاي ليست الداينامو. هحاول بقدر الإمكان إن أنا أخلي الموضوع بسيط، ولكن الموضوع محتاج قراية كتير ومحتاج تطبيق كتير ومحتاج إن أنت يكون عندك صبر لحد ما تحل أي مشكلة عندك في السكريبت عشان يشتغل معاك في الآخر. فعشان كده يعني هو الموضوع مش مجرد إن أنت تتفرج على فيديو وتطبق وراه، لأ، ده هو محتاج إن أنت تطلع برا الفيديوز دي وتبتدي تدور على أفكار بنفسك وتطبقها، تدور على المشكلة وتحلها عشان تعرف تتعلمه. لان انت حتى لو اتفرجت على 50 فيديو مش هتعرف تتعلم الداينامو غير لو طبقت وقابلتك مشاكل وحلتها. طيب انا اول حاجة بفتح الداينامو منين؟ بفتح الداينامو من تابت مانج، اختار داينامو. طبعا داينامو قبل 2020 ما كانش بينزل جوه السوفت وير، لكن اول 2020 ما بينزل مع السوفت وير. فانت مجرد ما بتنزل الريفت وتفتح المانج هتلاقي داينامو. طيب ايه اللي انا محتاجه من الداينامو ستارتنج ويندو؟ محتاج جزئية الريفرنس الموجودة على اليمين، داينامو برايمر، وداينامو فيديو توتوريالز. دول اهم مصدرين ممكن تتعلم منهم الداينامو في البداية. طبعا في فيديوز كتيرة على اليوتيوب، ولكن خلي دولة البيز بتاعك وانت بتتعلم الداينامو. وتحت هنا في سامبلز السكريبتات موجودة جوه الداينامو، تقدر انك تفتح اي سامبل فيهم وتتراك الفلو بتاع النودز دي، وبتبتدي بعد كده انك تفهم كل نود وظيفتها ايه وتوظفها في اي سكريبت انت هتعمله بعد كده. طبعا هنفهم الكلام ده اكتر قدام، لكن حبيت بس هايلايت على جزئيه الريفرنسز اللي موجوده في الداينامو ستارتنج ويندو. هنيجي بعد كده نفتح او نختار نيو. هيكون عندنا اول حاجه الداينامو ورك سبيس او المكان اللي انا هنزل فيه النودز اللي انا هشتغل بيها، وهي على الشمال هيكون في الداينامو بلت ان لايبراري اللي بتتكون من مجموعه من الكاتيجوريز. لو دست على اي كاتيجوري فيهم هيفتح لك سب كاتيجوريز، وتحت السب كاتيجوريز في سب كاتيجوريز تانيين، وبعد كده هتلاقي عندك النودز. طيب يعني ايه نود؟ الداينامو يعتبر فيجوال بروجرامينج مش تكست بروجرامينج. يعني ايه فيجوال بروجرامينج؟ يعني انا بشتغل بمجموعه من الاشكال، الاشكال دي لما بحطها او بربطها مع بعض بتديني كود. يبقى انا يا اما ان انا اكتب كود، يا اما ان انا اشتغل بالجرافيكال ريبريزنتيشن اليمنت اللي موجوده جوه الداينامو. الجرافيكال ريبريزنتيشن اليمنت اللي موجود جواها الكودز اللي انا بربطهم ببعض دي اللي احنا بنسميها او بنطلق عليها مصطلح نودز. يبقى انا كل اللي قدامي ده نودز، لو انا دوست على اي نود فيهم هتنزل لي شكل او مستطيل، جوه المستطيل ده في الفورمولا او الاوبريشن او الكود اللي انا هستخدمه عشان اكون في الاخر السكريبت اللي انا هشتغل بيه. طيب النود دي نفسها بتتكون من ايه؟ اول حاجه بتقابلني هي اسم النود. طبعا اسم النود بيتكون من السب كاتيجوري، وبعد كده اسم النود نفسها. عندنا بعد كده الانبوت بورت على الشمال والاوتبوت بورت على اليمين. بعد كده في الليزنج ايكون، وبعد كده عندنا الويندو الخاصه بالريزلت بتاعه النود سواء اشتغلت او ما اشتغلتش. وبناء على الانبوت اللي انا بديه لكل نود بيبقى عندي ستاتس كولر. انا عندي هنا الكولر بتاع النيم هو الجراي، فده معناه ان النود دي انكتف. لو انا ابتديت احط انبوتس للنود دي هتلاقي ان اللون اللي فوق ده اتغير، بدل ما هو جراي بقى دارك جراي. معنى ان هو بقى دارك جراي ان هو بقى اكتف. على سبيل المثال تعالوا نمسح مثلا النود دي ونكتب هنا في السيرش اف وننزل النود بتاعت اف ونحط هنا اي فاليو او اي انبوت، وليكن مثلا واحد، واحد، واحد. هتلاقي ان انا مجرد ما دخلت الانبوتس هنا اللون اللي بقى موجود على النيم بدل ما هو كان جراي بقى دارك جراي. ده معناه ان النود بقت اكتيف او النود بقت شغاله. طب لو انا دخلت انبوت غلط هتلاقي ان لون النود بقى اصفر، وده معناها ان في ورنينج على النود او ان انت دخلت داتا تايب غلط للنود. طبعا في الوان تانية ممكن تقابلك زي اللون الاحمر، وهنعرف الكيسز دي واحنا بنطبق في الداينامو. هرجع تاني امسح السيرش بار ده وهفتح الكاتيجوري اللي احنا كنا فاتحينه جيومتري ابستراكت باوندينج بوكس. هتلاحظ ان جنب كل نود في علامة، يا اما العلامة دي تكون بلس ودي معناها ان النود دي بتكريت انفورميشن، يا اما علامة اكشن دي معناها ان النود دي بتكزيكيوت اكشن معين على الانفورميشن او الداتا اللي معاك، يا اما ان انت بتستعلم بيها عن انفورميشن هي علامه الكويري. طيب هل دي كل النودز اللي انا بشتغل بيها؟ في الحقيقه لا، كل اللي احنا شفناهم لغايه دلوقتي تعتبر بلت ان نودز، يعني بتبقى موجوده باي ديفولت جوه
الداينامو. لكن انت عندك تلات انواع من النودز، يا اما البلت ان، يا اما الزيرو تاتش نود، ودي بتبقى نودز معموله بلغه برمجه زي السي شارب وبعد كده بندخلها جوه الداينامو، يا اما تالت نوع اللي هي الكاستم نودز، ودي بتبقى نودز مكتوبه بالبايثون او بتبقى مجموعه من النودز اللي انا استخدمتها جوه الورك سبيس، لكن انا بمسكهم كده مع بعض وبحولهم لحاجه اسمها كاستم نودز. فانا اول حاجه هعملها جوه الداينامو عشان ابتدي شغل هي ان انا هنزل مجموعه من الكاستم نودز. مجموعه الكاستم نودز بيبقوا نازلين تحت حاجه اسمها باكج نودز، فبالتالي انا هروح عند الباكج اللي موجوده في الاوبشنز بار اللي فوق واقول له سيرش فور ا باكج، هقول له اكسبت، وبعد كده هاجي هنا في التابه بتاعه السيرش وهنسيرش على مجموعه من الكاستم باكج نودز وهننزلها ونبتدي ان احنا نشتغل بيها. كل الباكج نود اللي انا منزلها عندي في الداينامو انا هسيبها لكم في الديسكريبشن تحت الفيديو، هنبتدي ان احنا ندخلهم اسم اسم، وبعد ما ندخلهم وليكن مثلا انا هعمل هنا فلتر للريفت واقول له الداونلودز، ده بيجيب لك كل النودز او الباكج اللي كل الناس بتنزلها بشكل كبير. هتيجي هنا وتدوس على داونلود وهتبتدي تلاقي ان الفيرجن او الباكج دي نزلت عندك في الداينامو. هنعمل الموضوع ده مع كل الباكجز اللي انا هسيب لكم اساميها تحت الديسكريبشن بتاع الفيديو. بمجرد ما نعمل كده هتلاحظ ان الباكجز دي نزلت عندك تحت الديفولت لايبراري بتاعه الداينامو تحت الادونز. ده كان بالنسبه للستارتنج بتاع الداينامو. اتمنى يكون الفيديو مفيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.